تمام. وهنروح لتقرير كده عملناه عن يعني سير الفرقه في البطوله، تقرير نشوفه مع حضرتك، ونرجع نشوف بقى بعد كورونا ايه اللي حصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لتقرير طبعا عن الفريق وعن البطوله، ونشوف التقرير ده ونرجع نستكمل حوارنا مع كابتن محمد مصلحي ميدو. طائرة رجال الأهلي على موعد مع معانقة المجد بحصد الثلاثية التاريخية. استهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مشواره الحافل بالبطولات عن طريق العودة للمشاركة في البطولة العربية للأندية والتي استضافتها مصر في فبراير من العام الجاري، ونجح الفريق في التربع على قمة المجموعة الأولى للبطولة بعدما حقق الفوز على السيب العماني وأساريا الليبي وخبيل اليمني على الترتيب، ليضرب موعدا مع السلام العماني في إطار منافسات دور الربع النهائي، ويتغلب عليه بنتيجة 3-2، ثم تخطى عقبة الأهلي البحريني بالنتيجة ذاتها ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنافس التقليدي الزمالك في نهائي مصري خالص، انتهى بفوز معتاد للأهلي بثلاثة أشواط دون رد، لينجح الماسترز في التتويج باللقب ومعانقة المعدن النفيس للمرة السابعة في تاريخ المشاركات بالبطولة، معادلا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب والمسجل باسم الصفاقسي التونسي. مسيرة الشياطين الحمر توقفت قليلا نظرا لتوقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لتشرق شمس الماسترز مجددا مع استئناف النشاط الرياضي في ظل بروتوكول صحي صارم وإجراءات احترازية مشددة، ليتمكن الفريق من الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم الثالث على التوالي وللمرة 32 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، معززا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وأنهى رجال طائرة الأهلي الموسم بطلا للدوري بعدما حقق 20 انتصارا منهم 14 فوزا بنتيجة 3-0 وست مباريات بنتيجة 3-1، واستقبل الفريق خسارتين بنتيجة 3-1 لم تؤثرا في تتويجه باللقب بعدما جمع 60 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف، ليتفرغ الفريق الأحمر إلى بطولة كأس مصر والتي أبى أن تغادر دولاب بطولات المارد الأحمر. فبعد أن تجاوز الأدوار التمهيدية بالتغلب على الشرقية للدخان، التقى بفريق الشمس في دور الربع النهائي قبل أن يضرب موعدا مع المنافس التقليدي الزمالك في دربي شديد السخونة على خلفية الفوز الذي حققه الأبيض في ختام منافسات الدوري، رغم أنها خسارة لم تؤثر في تتويج الأهلي باللقب، ليأتي الرد في مواجهة نصف نهائي كأس مصر ليرد الماسترز بقوة على الانتقادات ويفوز بثلاثة أشواط دون رد قبل أن يضرب طلائع الجيش بنفس النتيجة في المباراة النهائية، ليختتم رجال طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية التاريخية مواصلا تربعه على عرش الكرة الطائرة محليا بحصد لقبي الدوري وكأس مصر، وإقليمية بحصد لقب البطولة العربية، بالإضافة لكونه حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري والتي استضافها النادي الأهلي شهر أبريل من العام الماضي.